بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النهارده ان شاء الله نتكلم عن الجرافتس والفلابس، ويمكن دول من اهم اجزاء الريكونستركتيف سيرجري. يعني ايه بقى ريكونستركتيف سيرجري؟ هي الجزء من الجراحه اللي هو بيهتم بالريكونستركشن، اللي هو تصليح الديفكتس، يعمل امبروفمنت او يعمل كوركشن للديفكت، اي ديفكت ممكن ايه يصلحه. الريكونستركتيف سيرجري دي جزء من البلاستيك سيرجري. البلاستيك سيرجري بتتقسم نوعين، الريكونستركتيف سيرجري والكوزماتيك سيرجري. اللي احنا نتكلم عنه ريكونستركتيف، اللي هو ده مش ده، تمام؟ فهي الجراحه التجميليه بتشمل الريكونستركتيف سيرجري والكوزماتيك سيرجري. ايه الفرق بينهم بقى؟ الريكونستركتيف سيرجري دي اللي هي عندي ابنورمال ستراكشر، بحاول يعني ايه اصلحها لغايه ما توصل للنورمال ابييرنس اللي كانت عليه قبل كده. لكن الكوزماتيك سيرجري دي ان هي اصلا نورمال ستراكشر، بس بحاول اعمل لها امبروفمنت شويه او اجملها شويه. دي الكوزماتيك سيرجري مش هنتكلم عنها غالبا، لكن الريكونستركتيف سيرجري هي اللي هنتكلم عنها. عندي حاجه اسمها ريكونستركتيف لادر او ريكونستركشن لادر. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سلم بيبدا من الاسهل للاصعب، من السيمبل للكومبلكس. بمعنى ان انا عندي دلوقتي سكور او انجري، الانجري دي مفروض ان انا اسيبها تهيل بالطريقة الطبيعية، ان هي تهيل لوحدها بحاجة اسمها secondary intention. إن انا مش هتدخل فيها، بس هي تهيل لوحدها، ولا هخيط ولا هعمل حاجة، ده secondary intention. طيب الموضوع ما نفعش، محتاج حاجة اصعب من كده، محتاج حاجة اسمها primary intention، ان انا ابدأ اخد sutures. طب الموضوع اكبر من ان هو يحتاج sutures اكبر من primary intention. هبدأ هنا بقى اتكلم عن ان انا احط graft. جرافت يعني ايه؟ يعني اللي هي رقعة من الجلد او ترقيع الجلد. الجرافت دي قبل ما اتكلم عنها لازم اتكلم عن السكين اناتومي. السكين زي ما احنا عارفين كان فيه ابيديرمس وفيه ديرمس والهايبوديرمس او السبكوتينيوس فات. طيب الابيديرمس طبعا ما كانش فيها بلود فيسلز، كانت بتعتمد على الديفيوجن من اللايرز اللي تحتها اللي هي الديرمس. الديرمس بقى هي اللي كانت ريتش في البلود فيسلز، وبالمناسبه الهيلينج بتاع السكين بيحصل بسبب الاريا اللي هي الديرمس. طيب ايه بقى الجرافتس دي اللي هنتكلم عنها؟ الجرافتس زي ما قلنا هي ترقيع الجلد او ان انا اخد رقعه من الجلد. هي عباره عن ايه برضو؟ هي سيجمنت من السكين، سيجمنت من الابيديرمس، وفاريبل بورت من الديرمس. بمعنى انا واخده الابيديرمس كلها 100% ابيديرمس، تمام؟ الديرمس هاخد منها جزء صغير، او هاخد منها حته يعني متوسطه، او هاخدها كلها. السكين جرافت دي اهم حاجه اعرفها فيها ان هي بتبقى كومبليتلي سيبريتد من البلاد سبلاي بتاعها والدونر سايد بتاعها. بمعنى ان انا عندي سكين جرافت هنا، اخدتها من الدونر سايد ده حطيتها في مكان تاني خالص، او في رجل تانية خالص، بس بنفس الشخص. يعني مش بتكلم في شخص تاني، بس قصدي ايه؟ يعني مش في مكان جنبها او حاجه، لا هي بتبقى سيبريتد، ولا ليها بيديكل ولا متوصله بحاجه، يعني مش زي الفلابس اللي هنتكلم عنها بعدين. بس السكين جرافت دي ان انا باخدها هي سيبريتد من الدونر سايد تماما. سيبريتد من ايه كمان؟ سيبريتد من البلود سبلاي بتاعها. بمعنى انا لما خدت هنا السكين جرافت، او لما قطعت هنا السكين، ما خدتش معايا فيسلز، ما خدتش معايا فيسلز. بمعنى ان انا معتمد اعتماد كامل على الفاسكولاريتي او البلود فيسلز اللي موجودين في الريسيبينت اريا. انا عايزه اوصل من هنا لايه؟ ان الريسيبينت اريا لازم يبقى عندها جود بلود سبلاي. سكين جرافت انا عايزه اوصل من هنا للتقسيمه بتاعتها، ممكن اقسمها حسب السورس اللي جايه منه، ممكن اقسمها حسب الثيكنس. لو هقسمها حسب السورس اللي جايه منه، فانا عندي حاجه اسمها اوتو جرافت. دي الجرافت اللي انا واخدها من الشخص وحطها في الشخص نفسه، دي الاشهر. يعني انا واخدها من رجلي حطها في ظهري، او واخدها من ظهري حطها في رجلي، بتاعت نفس الشخص. الالو جرافت دي من واحد لواحد تاني، الاثنين هيومن السيم سبيشيز. يعني لو بتكلم في اتنين ايدنتيكال توينز، وخدت من واحد حطيته في اخوه، فانا بتكلم بسميها ايزو جرافت. عندي حاجه بقى يعني نادرا ما بتستخدم، اسمها الهيتيرو جرافت او الزينو جرافت. دي انا اخدت سبيشيز تانية، يعني اخدت مثلا من جرافت من بيج، من خنزير، وحطيتها في انسان، دي كده بقى اسمها زينو جرافت. يعني لو هنتكلم تاني، هنقول ان انا اخدت جرافت من توين وحطيته في اخوه، يعني من اخ وحطيته في اخوه، دي كده ايدنتيكال توينز، دي بنسميها الايه؟ الايزو جرافت. هنا لو انا اخدت من شخص حطيته في نفس الشخص، دي بنسميها الاوتو جرافت. لو اخدت من شخص حطيته في شخص تاني غريب عنه، بس هو ستيل هيومن، دي كده بنتكلم في سيم سبيشيز، يعني الو جرافت. لو خدتها بقى من سبيشيز تانية خالص زي الخنزير ده، بيبقى هنا اسمها زينو جرافت. تمام كده. طيب لو انا هقسمها حسب الثيكنس بتاعها، هقسمها ايه؟ في حاجه اسمها سبليت ثيكنس جرافت، او سبليت سكين جرافت، او تيرش جرافت. ايه بقى الكلام ده؟ دلوقتي هم قسموا الجرافت حسب انا واخده قد ايه من الديرمس.
كلهم واخدين ابيديرمس 100%، واخدين ابيديرمس وكلهم واخدين ديرمس برضو، بس جزء الديرمس ده بيختلف هل هو صغير متوسط ولا كبير. تمام، لو هو صغير ببدأ اقول عليها thin skin graft او thin split thickness graft، لو هو متوسط intermediate، لو هو كبير شوية thick. طب لو انا واخد الديرمس كلها 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 ببدأ هنا اقول الديفينيشن التاني اللي هو الهول سكين جرافت او الفول ثيكنس جرافت او الولف جرافت. الولف جرافت دي ان انا واخد الابيديرمس كلها والديرمس كلها برضو، بقول اخر انا واخد السكين كله ما عدا السبكيتينيوس فات اللي تحت. طيب في حاجة اسمها كومبوزيت جرافت. كومبوزيت جرافت دي ان انا واخد ايه يعني سكين وحاجة تانية، يعني سكين وفات، سكين وكورتلج، ميوكوس ممبرين تحتيه، هير معي، يعني مش واخدة سكين بس، ممكن اخد مع حاجة تانية. دي رير ما بنستخدمها، يعني بنفضل الفلابس عنها. ما نتكلم عن الفلابس برضه هنشرح الموضوع ده. السكين جرافت لما اتكلم عنها لازم اسأل نفسي كام سؤال. ليه باخد سكين جرافت؟ هاخدها منين السكين جرافت دي؟ هاخدها ازاي؟ هل ينفع اصلا ان انا اخدها ولا لا؟ وهل ينفع ان انا استخدمها ولا لا؟ ولو ليه، ولو لا ليه؟ الريسيبينت اريا لازم ليها شروط، والدونر اريا بيحصل فيها شويه حاجات، واخر حاجه هنقول الفرق بين السبليت سيكنس والفول سيكنس في مقارنه كده. ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الانديكيشنز بتاعت السكين جرافت، اول حاجه هنبدا بقى نتكلم اللي هي واي، ان انا ليه باخد سكين جرافت اصلا. كلمه ان انا اخد سكين جرافت يعني انا بعمل بيها ريكونستراكشن. ريكونستراكشن لايه؟ السكين لوس. يعني حد مثلا حصل له تروما، حصل له اكسيدنت، حد جاله تيومر بيزل سيل كارسينوما ولا سكويمس سيل كارسينوما، البوينت دي هتكلم عنها كمان شويه، حد حصل له بيرنز، ودي من اهم يمكن الانديكيشنز بتاعت الجرافت، الانيمال بايتس، انجري بانواعها، انفكشن زي نيكروتايزنج فاشيتس، سكورز، اولسرز، بيت سورز، الحاجات دي كلها بتعمل سكين لوس، والحاجات دي كلها ممكن احتاج فيها جرافت، ان انا اكفر رو اريا من السكين، ان انا اغطي لوس من السكين. تو كفر دونر اريا بتاعت الفلاب دي هنعرف بعد كده ان انا لما اخد فلاب من مكان، المكان ده ما ينفعش سيبه كده، المكان ده ما ينفعش يهيل لوحده، على عكس الجرافت. الجرافت ممكن في بعض الانواع بتهيل لوحدها، الفلاب ما ينفعش اسيبها تهيل لوحدها، فلازم احط لها يا اما جرافت يا اما اقفلها برايمري انتنشن ان انا اخد لها سوتشرز. هنتكلم عنها تاني في الفلابس ان شاء الله. ممكن كمان اعمل ايه بالجرافتس؟ ان انا اصلح كونتراكشر، ان انا اصلح كونجنتال انومالي. كونتراكشر يعني ايه؟ ان حد مثلا حصل له انجري ولا حصل له بيرن، بدا الجلد يشد على بعضه وهو بيهيل بسبب السكور دي، يعيق الحركه بتاعته، ما بيبقاش عارف يحرك ايده كويس. كونجنتال انوميلز زي البالت والليب كليفت. ممكن كمان اعمل ريكونستراكشن لوست بورتس، زي مثلا لو واخده جرافت للاي ليد، للنوز، لللبس، ولو ان دي بتحتاج اكتر فلابس لان بيبقى فيها كذا تايب من تيشوز، هنتكلم عنها ان شاء الله في الفلابس برضو. الخلاصه ان انا بحتاج الجرافت لما ببقاش عارفه اعمل الاقل منها. نرجع تاني للريكونستراكشن لادر، ان انا مش عارفه اعمل اسيبها بالسكندري انتنشن، ان انا مش عارفه اسيبها بسوتشرز او اعمل لها هيلينج بسوتشرز وخلاص برايمري انتنشن، لا مش عارفه اعمل ده ولا ده، فهنا بتبدا فكره ان انا احط جرافت، او ان انا محتاجه فلاب بس الفلاب مش متوفره او مش هينفع اخد هنا فلاب. فهي الفكره كده، الفكره ان انا مش عارفه اعمل الحاجات السيمبل عنها. طيب كده احنا خلصنا ليه بناخد سكين جرافت. طيب هناخدها منين السايتس، الدونر سايتس اللي ممكن اخد منها سكين جرافت؟ بيتقسموا حسب هي سبليت ثيكنس ولا فول ثيكنس. لو سبليت ثيكنس فهي انا باخد بس ابيديرمس وسلايت بورت من الديرمس، فيعني مش هتاذيني في حاجه، فتقريبا اي مكان ممكن اخد منه، ممكن اخد من الثاي، ممكن اخد من الباتكس، ممكن اخد من الترنك، ممكن اخد من الباك، تقريبا اي مكان ينفع معايا. لكن الفول ثيكنس لازم لها شروط معينه، لازم المكان يبقى الاستيك، لازم اقدر ان انا اخد فيه مثلا سوتشرز بعد ما اخد الجرافت دي، يعني لازم له كده بعض الاماكن المعينه زي الايه البوست اوليكرر، ودي كانت اشهر واحده، والبري اوريكلر والسوبرا كلافيكلر والابر ايليد. الابر ايليد دي مش بتستخدم غير لو انا واخده جرافت لللور ايليد اللي تحتها على طول. البوست اوريكلر فيشيال ديفكت، لو انا عندي ديفكت في الفيس مثلا هاخد له بوست اوريكلر. السوبرا كلافيكلر دي لو انا عندي مثلا ديفكت في الفينجرز. تمام، طيب هاخدها ازاي السكين جرافت؟ لو انا بتكلم في فول ثيكنس سكين جرافت فانا نازله بعمق، يعني انا واخده الابيديرمس والديرمس. تمام، فانا محتاجه حاجه تقطع، يعني انا محتاجه ادخل بعمق علشان اخد بورت من السكن، فانا هستخدم المشرط او السكالبل. تمام، لكن لو بتكلم في سبليت ثيكنس فانا ايه يعني باخد ايه الطبقه اللي بره خالص من السكن، فباخدها بحاجه اللي هي سكينه الترقيع او الايه الجرافت نايف او السكين جرافت نايف، بيسموها برضو الهامبي نايف.
طيب، في برضو حاجات متطورة شوية اللي هي الدرماتوم. الدرماتوم ده وسيلة أو instrument إن هي بتاخد سكين شيت من السكين كده. كان في زمان المانيوال درماتوم، وبقى في دلوقتي الإيه؟ الإلكتريك درماتوم. طيب، أخدت السكين جرافت بالدرماتوم، عايزة أحطها في ال recipient area أو في ال recipient site. ممكن أحطها كده زي ما هي، وممكن أبدأ إيه أقطعها. أقطعها دي يعني إن أنا أعمل لها ماشنج، يعني إن أنا أدخلها في جهاز اسمه الماشر، إن هو بيبدأ يخرمها، يبدأ يخرمها ويطلعها لي بالشكل ده. الجرافت هنا بقى اسمها ماشت جرافت، إن هي مخرمة بالشكل ده. هستفيد إيه إن أنا أخليها مخرمة كده؟ استفدت شوية حاجات، إن هي زودت السيرفس إيريا، عملت اكسبانشن، كبرت حجم الجرافت، خصوصا إن الجرافت دي بيحصل لها كونتراكشن، هنتكلم عن النقطة دي بعد كده. لو في اكسودت او في اي درين بيطلع من الجرافت، المشد جرافت دي حلوه جدا، لان هي مخرمه فهتطلع الاكسودت ده على بره، مش هتحبسه جوه، فبالتالي هي بتبريفنت اي تجمع لاي فلويد او بلود، فهتبريفنت الهيماتوما، هتبريفنت السيروما، هتبريفنت التجمع بتاع اي فلويد، فبالتالي بتمبروف التيك بتاع الجرافت دي. كلمة take للجرافت يعني ان recipient site يقبل الجرافت دي عليه، وهنتكلم عن process of take دي بالتفصيل. فهي يعني بشكل عام بتزود ال surface area وبتدرين اي exudate طالع. طيب، ليها عيوب؟ ليها عيوب، ان هي بتزود ال contracture. كلمة contracture عندي حاجة اسمها primary contracture و secondary contracture. primary contracture دي ان انا لسه شايلة الجرافت من الدونر سايت، بدأت تنكمش معايا الجرافت دي، كنت واخداها مثلا 4 سنتي، فجأة لقيتها 3 سنتي مثلا يعني، وانا ايه لسه باخدها، لسه بقطع. تمام، ده بسبب ان بيبقى فيه بروتين كده اسمه الاستين في الدرمس، ده بي بي ايه بي بيخليها يحصل لها كونتراكشن، برايمري كونتراكشن. وطالما البروتين ده في الدرمس، يبقى انا كل ما زادت الدرمس معايا، كل ما زاد البرايمري كونتراكشن ده، بمعنى اصح ان هي هتبقى اكتر حاجه في الفول ثيكنس سكين جرافت. يبقى البرايمري كونتراكشن بيزيد قوي في الفول ثيكنس سكين جرافت. في حاجه تانية اسمها سكندري كونتراكشن، ان انا بقى خلاص خدت الجرافت وجاي احطها على الريسيبينت اريا، لما حطيتها على الريسيبينت اريا بدات تنكمش برضو مع الوقت، بعدها بوقت يعني. دي بتبقى اكتر بقى في السبليت ثيكنس، وتحديدا المشد دي اللي هي الشكل المشد ده. مش علينا الكلام ده، بس ايه نعرف ان في برايمري كونتراكشن ونعرف ان في سكندري كونتراكشن. في مشكله تانية للمشد دي، ان هي بتبقى يعني شكلها مش احسن حاجه، مخرمه كده يعني، فالكوزميزس بتاعتها مش حلوه قوي يعني. تمام. طيب، انا كده اتكلمت عن المش جرافت او المش سكين جرافت، وهي الاشهر استخداما يعني علشان اكبر سيرفيس اريا لو انا هكفر لارج ارياز. بس في اشكال تانية من السكين جرافت، زي مثلا ان انا اخد شيت من الجرافت زي ما هو، يعني شيت من الدونر زي ما هو، شيت من السكين احطه في الريسيبينت سايت، انا ما غيرتش فيه ولا خرمته ولا عملت فيه اي حاجه، خدته زي ما هو كده. ممكن كمان استخدم الجرافت ماينسنج او تيشو ماينسر، ان انا ابدا اخرم فيها كده، نفس مبدا الايه الماشنج، ان انا بكبر السيرفيس اريا، بس دي ما عادوش بيستخدموها قوي يعني. كان في حاجه كمان اسمها البوستج ستامب جرافت او الباتش جرافت. البوستج ستامب جرافت دي ان هم كانوا بياخدوا الجرافت من الدونر سايت، يبداوا يقطعوه حتت صغيره صغيره صغيره، لحد ما يشبه الايه طوابع البوستة اللي هي البوستج ستامبس دي، فهي التسميه جايه من هنا. ايه الهدف؟ برضو علشان ايه يكبروا السيرفيس اريا، ولو في لوج اريا مثلا حصل لها بيرن او كده، يغطوا اكبر مساحه منها. في كمان من الحاجات اللي طلعت اللي هي الكالتشر، ان انا باخد بايوبسي من الشخص ده او بعض السيلز من السكين بتاعه، ابدا اعمل لها ايه كالتشرنج بره حوالي 20 يوم، هتنكريس في السايز قوي، بس يعني لقوا ان هي ايه مش احسن حاجه، لان هي بتلوز الانتيجينيستي بتاعتها، لان هي لو كان الشخص ده بياخد اوتو جرافت، فهي ما عادتش اوتو جرافت، بقت زيها زي الهيتيرو جرافت، زي الزينو جرافت، ما عادتش اوتو جرافت، فبتلوز الانتيجينيستي بتاعتها، ممكن يحصل لها ريجكشن، وكمان مش احسن حاجه ريزلتس بتاعتها يعني. بس هو مبدا موجود ان ممكن اعمل ايه سكين كلتشرنج. طيب كده اتكلمت عن ازاي هاخد السكين جرافت. هل ينفع بقى ان انا استخدم هنا سكين جرافت او لا؟ اللي هيجاوب عليا هنا الريسيبينت سايت او الجرافت بيد. الريسيبينت سايت لازم يبقى ويل فاسكولارايزد، لازم الفيسلز فيه تبقى احسن حاجه، وده قلته في الاول وبقوله تاني، ان الجرافت مش بتاخد معاها البلاد سبلاي بتاعها، البلاد سبلاي هنا على الريسيبينت، حسابه على الريسيبينت، على عكس الفلابس هنتكلم عنها بعدين، هتبقى حسابها على الدونر، لكن هنا البلاد سبلاي على الريسيبينت، ان هي لازم تبقى ويل فاسكولارايزد، لازم تبقى ريد وذ موس وفلات وبينلس. يعني ايه بينلس؟ ان هي ما فيهاش انفكشن، وتبقى فلات ان هي مش كارييتد، مش ما فيهاش اي حاجه، يعني البيست جرانيليشن تيشو او الاوبتيمال جرانيليشن تيشو اللي اقدر احصل عليه. مينيمال انفكشن طبعا، يعني يستحسن ان انا اوصل لللو بكتيريال كاونت او الليست بكتيريال كاونت،
طبعا مش هقدر اوصل لزيرو بكتيريا، بس ايه المينيمال انفكشن اللي اقدر عليه، ان هو يبقى هيلثي ونوت فراجايل. نوت فراجايل يعني ايه؟ يعني لما اعمل عليه تاتش كده ما يعملش بليدنج، لكن لو بيبليد اون تاتش يبقى هو فراجايل. كمان يبقى ايه؟ موبايل ان كونتاكت. جرافت اللي انا حطها ما بتتحركش مع الريسيبينت سايت، ما فيش شيرنج موفمنت او ما فيش حركه بينهم، يعني ثابتين على بعض. طبعا الثبات ده بيجي من الفيكسيشن، ان انا خيطتها كويس بعد ما حطيتها. طيب كل ده ممكن اشيله واقول ان هو اوبتيمال او هيلثي جرانيوليشن تيشو، اللي هو فلات وسموث وراد وكده. طيب هل دي العوامل الوحيده اللي بتتحكم في الجرافت سيرفايفل او التيك بتاع الجرافت؟ لا، دي كلها لوكال فاكتورز في مكان الوند نفسها، لكن في بعض الحاجات التانيه زي الثيكنس بتاع الجرافت. كل ما كانت الجرافت ارفع كل ما كان التيك بتاعها احسن، كل ما كان السرفايفل ريت بتاعها احسن. طيب ايه كمان؟ الجنرال كونديشنز، ان الشخص ده يبقى ما عندوش مثلا سبسس، ما عندوش مثلا دايابيتس ميليتس، ما بياخدش مثلا كورتيكوستيرويدز. دي كلها عوامل بتاثر في الجرافت سرفايفل. طيب ايه الفاكتورز اللي هتسبب الجرافت فيلير بقى، ان هو يحصل فيلير للجرافت تيك؟ العكس، يعني ان هو نوت ويل فاسكولارايزد. يعني ايه مش ريد؟ يعني ايه مش ريد؟ يعني وايت، وهنتكلم عنها بالتفصيل النقطه دي. ان هو يبقى بينفل نتيجه انفكشن فيه او في هاي بكتيريال كاونت، ان هو يبقى فراجايل او بيبليد اون تاتش، ان يبقى في موفمنت بينهم مش ثابته كويس، ان يبقى فيه هيماتوما، ودي يمكن اشهر الاسباب اللي تعمل جرافت فيلير. تجمع من البلود عمل لي هيماتوما، حصل جرافت فيلير. ممكن سيروما كمان، يمكن اشهر سببين الايه الهيماتوما والسيروما. ونرجع نقول تاني ان ده سب اوبتيمال جرانيوليشن تيشو، ان دي مش احسن حاجه، ان ده سب اوبتيمال جرانيوليشن تيشو، وارد جدا ان هو يعمل لي جرافت فيلير. برضو مش دي الاسباب الوحيده، ممكن يبقى فيه سيستميك فاكتورز، ان الشخص ده بياخد كورتيكوستيرويدز، ان الشخص ده مناعته مش احسن حاجه، الشخص ده عنده مال نيوتريشن، عنده دايابيتس ميليتس. كلها سيستميك فاكتورز ممكن تأثر لي على الهيلينج او الجرافت تيك. طيب قلت من شويه ان السايد ده ما يبقاش ايه، ما يبقاش شريد. يعني ايه ما يبقاش شريد؟ يعني يبقى بير وايت سيرفيس. يعني ايه برضه بير وايت سيرفيس؟ هنبدا بقى نتكلم عن الحاجات اللي ما ينفعش استخدم فيها جرافت. احنا عارفين ان البون عموما عليه بيري اوستيوم. البيري اوستيوم ده هو اللي بيغذيه، هو بلود فيسلز بتاعته. يعني البيري اوستيوم حوالين البون هيبقى لونه احمر، لكن البون من غير بيري اوستيوم هيبقى لونه ايه؟ ابيض. فاي حاجه بيضه هنلاقيها دلوقتي هتبقى ايه؟ هتبقى ما ينفعش استخدم فيها جرافت، زي البون من غير البيري اوستيوم، النيرفات من غير البيري نيوريوم بتاعتها، الكورتلج من غير البيريكوندريوم، التندنز من غير الباراتندن او الباراتنديني بتاعتها. كل دي حاجات ما ينفعش استخدم فيها ليه الجرافت. ليه 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 بقى؟ عشان دي برضو من اهم الاسباب، لان الجرافت بتعتمد في البلود سبلاي بتاعها على الريسيبينت مش على الدونر، على الريسيبينت مش على الدونر. فكل الحاجات دي ما فيهاش ايه، ما فيهاش بلود سبلاي كويس عند الريسيبينت، فما ينفعش استخدم. اتكلمنا من شويه عن الانفكشن، وقلنا ان احنا يعني مش بنخاف من الانفكشن لو هو قليل، بس نخاف لو هو كتير او لو هو ببكتيريا معينه كده اخاف منها. مين اللي اخاف منه؟ اخاف من الاثنين دول. مين الاثنين دول؟ دي الستريبتوكوكس بايوجينز ودي السودومونس. نفتكر بقى كده الموديول اللطيف اللي كان بيقول لنا السودومونس بتعمل ايه. السودومونس كان بيقول ان هي بتعمل انفكشن للوندز والبرنز. اخاف من ده في ايه؟ ان هي ممكن تعملي انفكشن مكان الجرافت دي، فتريديوس الجرافت تيك. طيب في علامه مميزه اعرف بيها السودومونس، كان بيقول لي ان هي لما بتتزرع على الاجار بتطلع لي بيجمنت لونها اخضر، وكانت ليها سويت اودر كده او جريب لايك اودر، ريحه العنب. الفكره ان السودومونس لو انا شفتها بالمنظر ده، يعني لو انا شفت جرافت مخضره بالمنظر ده، اعرف ان هي سودومونس. ليه؟ لان هي بتطلع البيجمنت الخضرة دي. طيب السودومونس بتعمل ايه في الجرافت؟ بتعمل ريديوسنج للايه، للجرافتيك، يعني بتقلل الجرافتيك، بس ده كل اللي بتعمله. مع انها سودومونس كبيره قوي، بس ايه كل اللي بتعمله؟ ان هي بتريديوس الجرافتيك. نيجي بقى للستريبتوكوكس بايجنز، ودي الاخطر، بتطلع ستريبتوكاينيز، بتطلع هايالورينديز. الحاجات دي كانت بتعمل ايه؟ الحاجات دي كانت بتديزولف البلود كلوتس، وبتخلي السبريد يبقى اكتر، بتسهل حركتها، بتخليها تنتشر. معنى انها تنتشر يعني هتزود السبريدنج بتاع الانفكشن، يعني مش هعرف اسيطر عليها. بتبريفنت كمان الفايبرين ادهيجن بتاع الجرافت، ان الجرافت ما تلزقش كويس. مين الاخطر في الموضوع؟ يعني بيبدو للوهله الاولى ان السودومونس الاخطر، ولكن السودومونس هنا طيبه الحقيقه. اغلب الناس اصلا اللي في العنابر بتاعه البلاستيك عندهم سودومونس، وبنحط لهم جرافت عادي. لكن الستريبتوكوكس بايجنز بخاف منها قوي، ودي ابسولوت كونتر انديكيشن ان انا استخدم فيها جرافت. طيب
يبقى الريسيبينت اريا بيتحكم لي فيها بلود سبلاي. كل ما كان البلود سبلاي احسن كل ما هيبقى الجرافت تيك احسن. ايه بقى الجرافت تيك ده؟ الجرافت تيك دي ان عمليه ان انا حطيت الجرافت على الريسيبينت اريا. ايه اللي هيحصل من الفتره دي؟ يعني من ساعه ما حطيت الجرافت على الريسيبينت اريا او المكان اللي كان فيه الانجري او البرن حطيت عليه الجرافت، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل لي 3 فيزز. اول حاجه البلازما انبيبيشن، تاني حاجه الانسكاليشن، تالت حاجه الريفاسكولاريزيشن. ايه بقى التلاته دول؟ التلاته دول بمنتهى البساطه ان البلازما انبيبيشن ان هو بيحصل تبادل البلازما او ديفيوجن النيوترينز، بعدها بيحصل كونكشن للبلود فيسلز تاني فيز، تالت فيز بيحصل نيو فاسكولاريزيشن وفي كابيلرز جديده بتتكون. بمعنى البلازما انبيبيشن، انا هنا انبيبيشن يعني ايه؟ يعني ان الجرافت تبدا تتشرب من البلازما اللي هي اتحطت عليها، تبدا تاخد النيوترينز اللي هي دخلت، هي دلوقتي اتحطت على الريسيبينت اريا، هيبدا يحصل ديفيوجن للبلازما. ما اتكلمتش عن بلودلس، البلازما بس هتطلع كده والنيوترينز اللي فيها، النيوترينز اللي فيها ومعاها كمان شويه فايبرينوجين. الفايبرينوجين ده هيتحط هنا يبدا يلزق الجرافت، بس ما اتلزقتش لسه، هيبدا يلزق الجرافت بس ما اتلزقتش لسه. ده اول 48 ساعه، اول يومين تقريبا، ده فيز 1. بعد كده الانسكاليشن ان هو يحصل فيسلز كونكشن، بيسموه برضو الفيز بتاع الكونكشن، ان يحصل ايه الفيسلز، ما هي الجرافت اللي جايه دي برضو مش ما فيهاش ولا بلاد فيسلز، يعني فيها كابيلاريز مقطعه رفيعه كده، تمام؟ فالكابيلاريز المقطعه رفيعه دي هتبدا تبقى كونكتد مع الكابيلاريز اللي في الايه اللي في الريسيبينت سايت، يحصل فيسلز كونكشن. ده سكند فيز من اليومين لثلاث ايام تقريبا. الثيرد فيز بقى اللي بيحصل نيو فاسكولاريزيشن او الانجيوجينيسيس او الري انرفيشن، زي ما نسميه، بس ان المهم ان هو بيحصل هنا ايه، نيو كابيلاريز فورميشن. يبدا بقى الجرافت تعتبر نفسها ايه، واحده من الجلد ده، خلاص يعني مننا وعلينا، تبدا تلزق صح بقى. ايه تلزق صح؟ الفايبرينوجين هيتحول لفايبرين، هيبدا بقى يبقى بدل ما هو كان ديليكت كده لازق ما بيلزقش، هيبقى جامد وناشف، يبقى فايبرز، نتيجه ان الفايبر بلاست طلعت بره وعملت فايبر بلاستيك انفلتريشن، لزقت الجرافت دي كويس. يبقى الثيرد فيز دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها تكون البلود فيسلز جديده، والديليكت جلوينج ده بقى ايه؟ بقى فايبرز، بقى ناشف، بقى الجرافت دي بقت ثابته في مكانها، وده اهم فيز فيهم، ياخد من 3 ل 5 ايام، ممكن يوصل لاسبوع. طيب الجرافت فيكسيشن، انا حطيت الجرافت دلوقتي على الريسيبيان سايت، اسيبها كده للهواء الطاق؟ لا، لازم على الاقل اخد لها سوتشرز يعني عشان اثبتها في مكانها. لو انا حاسه انها مش هتثبت قوي ممكن اطول الخيط من هنا، يعني انا خيطت خلاص، اطول الخيط من هنا واطول الخيط من هنا واحط فوقيها زي شاش كده او قطن واربط القطن ده من فوق. بمعنى طولت يعني اخدت سوتشرز هنا، طولت الخيط من هنا وطولت الخيط من هنا، حطيت فوقيهم قطن او حاجه وربطتها زي الايه في يونكه كده من فوق، دي بيسموها تاي اوفر. ايه فايدتها؟ ان هي بتزود الفيكسيشن بتاع الجرافت، يعني بتضمن لي ان هي مش هتتحرك اكتر. ممكن ادبسها بستابلر، دبسات من هنا، ممكن برضو اعمل فري باندج الفها، ده يعني عشان اتاكد مفيش اي موبيليتي ممكن تحصل، ممكن احط لها روبوت ضاغط الاليستوبلاست، يعني اي حاجه، المهم ان انا اتاكد ان مفيش اي حركه او الجرافت دي متثبته كويس. كده اتكلمنا عن امتى ينفع احط جرافت، امتى ما ينفعش احط جرافت، الريسيبينت اريا لازم تبقى عامله ازاي. هنتكلم دلوقتي الدونر اريا اللي انا خدت منها الجرافت دي هيحصل لها ايه. هتكلم عن ايه في الدونر اريا؟ هتكلم الدونر اريا دي هتهيل ازاي. انا خدت منها جرافت دلوقتي، الدونر سايت اخدت منه جرافت، هيحصل له ايه بعد ما اخدت منه جرافت؟ بيتحكم في الموضوع ده السيكنس بتاع السكين جرافت، هل هي سبريت ثيكنس ولا فول ثيكنس. لو سبريت ثيكنس يعني هي مش واخده الديرمس كلها، هي واخده جزء من الديرمس وسايبه جزء وراها، لكن الفول ثيكنس واخده الديرمس كلها. ومعلومه كمان ان الهيلينج اصلا بيحصل من الديرمس، تحديدا الجزء بتاع الاريكتور بايلي ماسل والسيبيشس جلاند اللي هو الجزء ده بيسموه البايلو سيبيشس كومبلكس. الجزء ده او الديرمس يعني هي اللي بيحصل منها الهيلينج. يعني ده بيوصلني لايه؟ بيوصلني ان كل ما كانت الديرمس اقل كل ما كان الهيلينج اقل، وكل ما كانت الديرمس اكتر في الدونر اريا يعني كل ما كان الهيلينج احسن واكتر. طيب بمعنى ان السبليت سكين جرافت دي انا واخده حته صغيره من الديرمس وسايبه ورايا حته كبيره ممكن يحصل لها هيلينج لوحدها بما يسمى الري ايبثلايزيشن، ممكن اسيبها تهيل لوحدها لان هي عندها ديرمس وراها، تمام؟
الريبيتاليزيشن ده ان هي انا خدت الجرافت كده تبدا تهيل تهيل مع نفسها اسبوع 10 ايام اسبوعين 3 اسابيع هتهيل في الاخر. لا ومش كده وبس، ده بعد ما تهيل ممكن اخد جرافت تانية، ممكن اخد سبليت سيكنس تانية من المكان اللي حصل له هيلينج ده. فدي من مزايا حقيقه بتاعه السبليت سيكنس جرافت، على عكس الفول سيكنس جرافت اللي ما ينفعش اسيبها كده لان هي ما فيهاش ريحه الديرمس اصلا، ما فيهاش ديرمس خالص، فما فيش هيلينج هيحصل فيها. لازم اقفلها انا ببرايمري انتنشن او اخد فيها سوتشرز. لو ما نفعش سوتشرز هبدا امشي بقى مع السلم بتاع الريكونستراكشن او الريكونستراكتيف لاتر ده، واخد احط لها سبليت سكين جرافت. طيب من ضمن الكومبليكيشنز بتاعت الهيلينج بروسيس، زي اي هيلينج بروسيس ممكن يحصل لها هايبرتروفيك سكار او تكون كيلويد. طيب كده اتكلمنا عن الدونر اريا، ونوصل لاهم جزء وهو ايه الفرق بين السبليت ثيكنس سكين جرافت والفول ثيكنس سكين جرافت. اول حاجه الفرق في التسميه، او هي مين العالم اللي اكتشفها او اول واحد استخدمها. السبليت كان اسمها تيرش لان هو اول واحد استخدمها، لكن الفول ثيكنس اسمها وولف لان جراح العيون اللي استخدمها كان اسمه وولف، فهي متسميه من بعده يعني وولف جرافت. طيب ايه الكومبوننتس بتاعه السبليت ثيكنس؟ احنا عارفين ان هي ابيديرمس وفاريبل اماونت من الدرمس، مش واخده الديرمس كلها، يا اما تبقى ثين يا اما تبقى انترميديت يا اما تبقى ثيك، على حسب انا واخده ديرمس قد ايه. لكن الفول ثيكنس انا واخده الابيديرمس وكل الديرمس، في قول اخر انا واخده السكين كله ما عدا الهايبوديرمس ما عدا السبكيوتينيوس فات. طب بقطع في السبليت ثيكنس او باخدها بايه؟ باخدها بسكينه التريع اللي هي جرافت نايف، او الديرماتوم لو هو متوفر الكتريك ديرماتوم. الفول ثيكنس باخدها بالمشرط عادي بالسكالبل. طيب باخدها منين السبليت؟ باخدها من اي مكان ينفع اخدها منه، من الثاي، من الترنك، من البوتكس، من الارم، من الباك، اي مكان ينفع اخدها منه هاخدها منه. لكن الفول ثيكنس كان ليها بعض الشروط المعينه، محتاجه الاستيستي معينه للسكن، فباخدها من السوبر كلافيكرال او البري وبوست اوريكلر او الابر ايليد او الليبيا، ليها اماكن معينه. طيب التيك بتاع الجرافت، السبليت ثيكنس يعني ايه؟ بتتقبل الاوضاع عادي، بتتاقلم مع الوضع عادي. لكن الفول ثيكنس دي لا، يعني اللي هو لو مش اوبتيمم كونديشنز انا مش لعبه خلاص. الفول ثيكنس لازم لها اوبتيمم جرافت بيد او اوبتيمم ريسيبينت اريا او اوبتيمم كونديشنز او اوبتيمم جرانيليشن تيشو. مهم ان الظروف تبقى احسن حاجه، يعني لو في ديجري معين من الانفكشن انا مش لعبه، انا مش يعني هيحصل جرافت فيلير على طول. لكن السبليت ثيكنس ممكن يبقى سب اوبتيمم جرافت بيد بقدر يعني ايه، بقدر معين يعني، لكن هي يعني بتادبت مع الوضع اكتر من الفول ثيكنس. طيب السايز يبقى قد ايه؟ السايز بتاع السبليت ثيكنس ممكن اخد يعني مساحه واسعه جدا، ممكن اخد الظهر كله واستناه يهيل واخد تاني منه. يعني احنا اتكلمنا من شويه ان انا جرافت ممكن اخدها وتهيل واخد تاني من نفس المكان عادي. لكن الفول ثيكنس انا ما بلعبش في مساحه كبيره، هي ليميتد اريا 2 في 2 انش، يعني حوالي 5 سم في 5 سم، ما ينفعش اخد اكتر من كده. طب ليه؟ لان السبليت ثيكنس دي بتهيل لوحدها، لكن الفول ثيكنس انا لازم اخد فيها غرز، والاماكن اللي اخد فيها غرز مش هتزيد عن يعني هم حسبوها لقوا ان هي اخرها 2 في 2 انش. الهيلينج بتاع السبليت ثيكنس رابيد وسبونتينيوس زي ما احنا عارفين بالري ايثلايزيشن او السكندري انتنشن، ان انا هسيبها كده تهيل مع نفسها. لكن الفول ثيكنس لازم له ايه؟ يا سوتشرز برايمري انتنشن، يا اما احط لها ثين سبليت جرافت. طيب بعد كده مين الجرافت اللي تستحمل التروما وتستحمل البريشر وتستحمل الضغط اكتر من التانية؟ الفول ثيكنس تستحمل اكتر من السبليت ثيكنس، تستحمل ان هي تتحط في فينجر تيب او في مكان فيه بريشر، لكن السبليت ثيكنس ممكن تالسريت او ما تستحملش التروما قوي. طيب الكونتراكشن اتكلمنا من شويه ان ممكن يحصل في الجرافت كونتراكشن، يا اما برايمري كونتراكشن يا اما سكندري كونتراكشن. مين اللي بيحصل فيه بشكل عام الكونتراكشن اكتر؟ اكيد السبليت ثيكنس الرفيعه، لان هي يحصل فيها كونتراكشن اكتر، وتحديدا من النوع اللي هو secondary contraction، ان بعد ما احطها على recipient area تبدأ تcontract. لكن ال full thickness contraction بتاعها بيبقى اقل، هو بيبقى اكتر primary contraction. طيب بيحصل ممكن complication اللي هي ال hyperpigmentation، انا لما احط الجراف دي على recipient area ما تبقاش واخدة لون السكين، تبقى واخدة يا افتح منه يا اغمق منه. hyperpigmentation او hypopigmentation ده بيحصل اكتر في ال spread thickness، لكن اقل في الفول ثيكنس، لان الفول ثيكنس انا واخده ايه؟ واخده الديرمز كلها وواخده الميلانوسايتس، يعني بتبقى اقل في الهايبر بيجمنتيشن. طيب مين التكستشر بتاعته احسن، ومين الكالر بتاعه احسن، ومين الجروث ريت بتاعه احسن؟ السبليت ثيكنس اقل في الجروث عن النورمال جروث. يعني لو انا واخده سبليت ثيكنس وحطها مثلا في مكان فيه جروث زي البريست، زي اي مكان فيه جروث عموما، ما ينفعش ان انا اخد هنا سبليت ثيكنس، لان هي مش بتجرو بنفس درجه الانسان العادي او بنفس درجه السكن العادي،
فاخاف من النقطه دي ان هي بتبقى الجراث بتاعها اقل، ممكن يحصل مع الوقت جرافت فيلير. تمام، لكن الفول ثيكنس الجراث بتاعها احسن، الكالر بتاعها احسن، التكستشر بتاعتها احسن، تقريبا ماشيه مع السكين جراث. طيب مين فيه هير جراث احسن؟ لو انا بتكلم في هيري اريا فانا اخد الاحسن طبعا، الفول ثيكنس اهم من السبليت ثيكنس. مين الكوزميزز بتاعته احسن؟ طبعا احسن حاجه الفلاب، احسن حاجه في الكوزميزز، واحسن حاجه في الهير جراث، واحسن حاجه في الكونتراكشن، الحاجات دي كلهم الفلاب. لكن لو هنتكلم مين هنا احسن، الفول ثيكنس طبعا سكين جرافت احسن في الشكل شويه عن السبليت ثيكنس سكين جرافت. كده الحمد لله احنا خلصنا، كل الشكر، ويا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.